شكرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين، صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب السمو الفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، اسمحوا لي بداية أن أقول إليكم تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وكذا متمنيات جلالته لهذا اللقاء الدولي الرفع المستوى بالنجاح والتوفيق على درب تعميق الوعي بالرهانات البيئية المعاصرة والنهوض بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط. أغتنم هذه الفرصة لأجدد التعبير عن تقدير المملكة المغربية الكبير وتنويهها العالي بمبادرتي المملكة العربية السعودية الشقيقة لتنظيم منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، وهما المبادرتان اللتان تندرجان ضمن الجهود التي ما فتئت تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل حماية البيئة، وما قامت به في هذا الصدد خلال فترة ترأسها لمجموعة العشرين. اسمحوا لي أيضا أن أنوه عاليا بالهدف الطموح التي أعلنته المملكة العربية السعودية باستهداف الوصول للحياد الكربوني في عام 2060. إن هذه المبادرات تعكس بجلاء الرؤية الاستشرافية للقيادة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لمواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة وظاهرة التغير المناخي. أصحاب السمو والفخامة، تطبيقاً للإرادة السياسية النابعة من توجيهات صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن المغرب بادر بشكل طوعي باعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية متكاملة تعكس رهانات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. هذه الاستراتيجية ترمو إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر في انسجام مع الجهود الدولية في هذا المجال، وكذا مع توصيات الهيئة الدولية لخبراء المناخ ومع أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق قام المغرب بإعداد المخطط الوطني للمناخ 2020 و2030، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض بالكربون وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الوعي لتحديات مكافحة التغير المناخي. ويركز هذا المخطط على تعزيز الحكمة وتعبئة التمويل لمكافحة التغير المناخي، وكذا اللجوء إلى الحلول المعتمدة على الطبيعة وإنتاج الطاقة النظيفة وتطوير الصناعة الخضراء وتزويد المناطق الصناعية بالطاقات المتجددة. كما قامت المملكة بتحيين مساهمتها المحددة وطنيا للحد من انبعاث الغازات الدفيئة، والتي تهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 45.5% في أفق سنة 2030، وللمساهمة في تحقيق الأهداف العامة لاتفاق باريس أعدت المملكة المغربية استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، والتي تضع التوجهات الرئيسية للقطاعات الاقتصادية ذات إمكانيات خفض البصمة الكربونية عبر تسريع تطوير الطاقات المتجددة. أصحاب السمو والفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، وفقا لرؤية استراتيجية الشاملة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قامت المملكة المغربية بإعداد البرنامج الوطني الأولوي لتزويد الماء الشروب ومياه السقي 2020 و2027 بكلفة 11 مليار ديال الدرهم، وكيهدف هذا البرنامج إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد المالي خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة إضافة إلى تحلية مياه البحر.
وعملت المملكة كذلك على تشجيع عملية الغرس أشجار مثمرة، إذ تم غرس 10 مليون ديال الشجرة مثمرة سنويا في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في 2008. وفيما يخص أشجار النخيل المثمرة بالخصوص، فقد تم خلال العقد الماضي زرع 300 ألف نخلة سنويا، وستتواصل دينامية هذه السلسلة بغرس 500 ألف نخلة سنويا في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة. كما أعطى جلالة الملك نصره الله انطلاق الاستراتيجية الغابوية الجديدة غابات المغرب، والتي تشكل نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب، وتهدف إلى خلق توازن بين الحفاظ على النظم الإيكولوجية الغابوية وتتمين مواردها وتطويرها، وتشجير 50 ألف هكتار سنويا لبلوغ 100 ألف هكتار سنويا في أفق 2030. حضرة السيدات والسادة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أصحاب السمو الفخامة، أصحاب المعالي، إن التمويل يبقى عاملا حاسما في بناء اقتصاد أخضر مستدام ومزدهر، وذلك في ظل تطبيق مبدأ أساسي يتعلق بالمسؤولية المشتركة والمتباينة. وفي هذا الصدد، فإن بلوغ هدف تعبئة 100 مليار دولار في السنة لمكافحة تغيير المناخ اعتبارا من سنة 2020 لا يزال بعيد الملال. وللحد من أطر التحديات العالمية المرتبطة بظاهرة التغير المناخي، فإنه من اللازم إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، ولتعزيز استقرار القطاع المالي وتمويل مشاريع التنمية، فإننا بحاجة للمزيد من الآليات والأدوات التمويلية الواعدة والبديلة لمصادر التمويل التقليدية. كما يكتسي التمويل العمومي أهمية بالغة في مجال الاستثمار في المشاريع الخضراء ومكافحة التغير المناخي، ليس فقط كمورد مالي مباشر، ولكن أيضا كمحفز للاستثمار الخاص. كما أود الإشارة إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بشأن القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وتبني نهج أكثر تناسقا ونجاعة وتكاملا بين مختلف مكونات المجتمع الدولي، كلا حسب موقعه وتأثيره. أود أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية والشقيقة على ما حظيناه به من حفاوة استقبال في هذه الأرض الطيبة، وما ذلك بغريب على شيم الشعب السعودي الكريم وقيادته الحكيمة. شكرا لكم، السلام عليكم.